الماتش تيبان ليا بانه المغاربه مقتنعين بالنصف النهائي المربع الذهبي، والماتش تيخصو التشكيله الرسميه اللي هي فيها 11 اللاعب اللي كان معتمد عليها وليد الركراكي، والمنتخب المغربي تيخصو من هنا للمستقبل يقلب على القناص. القناص ما عندناش في المغرب، وكنتمنى المغرب يحصل على 150 نقطه تكون عنده في الفريق. كل لاعب كيمتاز على 10 نقاط، 110 نقطه داخله في التيران و40 نقطه خارج التيران. خص المغربي يوقف على الصح وما يفرحش في هذا الربع النهائي اللي كيتسحب ليه واش وصل لشي حاجه اللي ما كايناش كاع. كنتمنى الجامعه ديال كره القدم ومسيو القجع ووليد الركراكي الى بايستمر مع المنتخب المغربي يقلب على 150 نقطه. المغاربه داروا لي جهدهم وفرحانين بهم. رائع رائع جدا. ميرسي ميرسي بوكو. فيف لو ماروك. ميرسي بوكو. ميرسي الركراكي حكيم. ميرسي بوكو. فيف لو ماروك. بالنسبه للمقابله ديال اليوم ضد كرواتيا دازت الحمد لله بخير وانتهت بالخساره، والحمد لله تنشكر الله على النتيجه ديالنا والحمد لله. وديما مغرب جو بونس كو المغاربه لعبوا مزيان وشرفونا، والبيلانتيات الفار ما عطاش اليوم. هذه الحاجه الوحيده اللي خلاتنا نربحوا نخسروا الجوج لواحد. الفريق الوطني شرفنا وهز بالراس ديالنا وتنشكروه بزاف، وما عمرنا شفنا الفريق الوطني ديالنا في هذا المستوى وصل لهذه المرحله، وتنشكروه من كل القلب ديالنا والله يفرحوا كيفرحنا. شرفونا الدراري، هذا هو المهم. مركز الرابع في المستوى فرشنا ومركز الرابع عرفت شنو هو تقريبا بالنسبه لنا حنايا راه شي انجاز تاريخي. الحمد لله الاول في العرب، وتنشكر والد الركراكي على هذا المنبر والحمد لله على كل حال. فبالنسبه للمقابله ديال اليوم كانت مقابله جد جيده بالنسبه للمنتخب المغربي، سيما وان المدرب الركراكي عمل على بزاف ديال التغييرات، يعني خلينا نتمكنوا من نشوفوا مجموعه ديال الدراري اللي ما شفناهمش خلال هذه البطوله، وما يمكنش الا ونكونوا جد مسرورين وجد فرحانين بهذا الانجاز هذا اللي حقوه اللاعبين المغاربه. وكنتمنى من الله تكون هذه بادره طيبه وحسنه وانطلاقه جيده للكره المغربيه، وهذه النتائج ما يمكن لها الا تنعكس بشكل جيد على الفرق المغربيه ديالنا. وكنتمنى من الله يعني انتصارات وانتصارات دائما للشعب المغربي وديما مغربي.